أهلا بكم مشاهدينا في حديث خاص، هذه المرة يأتيكم من العاصمة الليبية طرابلس. ضيف هذه الحلقة وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش. أهلا بك معالي الوزير، شكرا على قبول هذه الدعوة. شكرا، بارك الله فيك، مرحبا بك هنا في وزارة الدفاع. طيب لنبدأ بتصريحكم الأخير بالتهديد بالانسحاب من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة، ما خلفيات هذا التصريح؟ بالنسبة لخلفيات التصريح الانسحاب من لجنة 5+5، طبعا جاء هذا التصريح بناء على التحركات الأخيرة التي قامت بها المتمرد حفتر في مدينة أوباري وتحشيده للقوات بغية السيطرة على الجنوب وعلى منابع النفط هناك. للأسف الفترة الأخيرة كان هناك تزايد ملحوظ لحركة قوات المتمرد حفتر في المنطقة الجنوبية للسيطرة بغية السيطرة على منابع النفط هناك، وهذا يعتبر خرق لوقف اطلاق النار. عندما تم توقيع وقف اطلاق النار كان احد شروطه تجميد حركة القوات بالمواقع التي موجودة بها في وقت توقيع هذا الاتفاق لوقف اطلاق النار، ولكن للاسف لم يلتزم المتمرد بهذا. لكن هذا الخرق ليس الاول معالي الوزير في خلال هذه المده التي تم الاعلان فيها عن وقف اطلاق النار. نعم ليس الاول، ولكن يوجد هناك تحشيد وحركه كبيره للقوات في الجنوب، وهذا مما دعانا الى التهديد بالانسحاب في حال استمرار هذه التحركات واعتبار الاتفاق كان لم يكن. يعني هل ستقدمون فعلا على الانسحاب في حال استمرار الخروقات من طرف حفتر؟ نعم سنقدم على هذا. طيب هل توصلتم مع البعثة الأممية في هذا الصدد؟ نعم، قام رئيس اللجنة المكلفة من طرفنا بالتواصل مع البعثة وأعطاهم علم بهذا، ونحن ننتظر ماذا ستفعله البعثة للطرف الآخر. طيب تحدثتم أيضا عن مسألة يمكن التواصل مع الطرف الآخر لكن بهدف تهميش خليفة حفتر، لكن بالحقيقة والواقع هو من قام بتأسيس حتى اللجنة العسكرية المشتركة، فهناك نوع من التناقض في هذه المسألة. ليس هناك تناقض، لجنة هي لجنة فنية فقط، أما على الصعيد السياسي فلا يوجد، لن نقبل أن يكون هناك دور لخليفة حفتر. الطرف الآخر هم أخوتنا، الشرق الليبي هو ليبيون كذلك، ونحن على وفاق، نحن مشكلتنا مع المتمرد، مع مجرمي الحرب والعصابة التي معهم، هي التي من قامت بالهجوم على طرابلس فعلت ما فعلته في ترهونة في جنوب طرابلس، كنا ذاهبون إلى تسوية في إغدامس، ولكن يوم 4/4 فوجئنا بهذا العمل. فنحن مشكلتنا مع هذا المتمرد وليس مع أخوتنا في الشرق. لكن هو أيضا من وضع اللجنة العسكرية المشتركة، كيف يمكن يعني حل هذه المسألة؟ كما قلت اللجنة هي عبارة عن لجنة فنية برعاية الأمم المتحدة، وجاءت بعد مؤتمر برلين لوضع آلية لوقف إطلاق النار. هذه قوات موجودة في الخط الأمامي أمامنا، هذه اللجنة ستقوم برفع توصيات اللجنة الكلية اللي هي المجموعة 10 لكيفية رسم الخطوط الأمامية، كيفية تطبيق وقف إطلاق النار ليس إلا، أما إشراك المجرم في أي عمل سياسي فهذا مستبعد. طيب أيضا تحدثتم عن بعض التحركات معالي الوزير فيما يتعلق بحتى دخول بعض الأفراد إلى محيط العاصمة طرابلس. نعم، ما المعلومات المتوافرة لديكم بهذا؟ توجد لدينا معلومات استخباراتية عن قيام بعض التابعين لحفتر للدخول على صفة مدنيين إلى مناطق مثل ترهونة وبنوليد، وبعض المناطق الأخرى لا ندخل في تفاصيل في هذه المعلومات، ولكن يوجد لدينا تأكيد بهذا. هل تتوقعون هجوم جديد؟ ليس غريب على حفتر أن يقوم بأي هجوم في أي لحظة، فهو من فعل ذلك في 4/4 وهو متعود على هذا الشيء، فهو شخص انقلابي مزاجي مهووس بالسلطة. ما مدى استعدادكم طيب إذا ما حصل ما ذكرتم؟ يوم 4/4 لم نكن مستعدين لمثل هذا الهجوم وصديناه، وإن شاء الله الآن التدابير تعتبر تدابير جيدة ونحن مستعدون لصده مرة أخرى. طيب فيما يتعلق أيضا تصريحكم، قلتم من العار أن تقف فرنسا إلى جانب حفتر. نعم، في مسألة تدخلها في الشأن الليبي. نعم، لكن على الجانب الآخر نرى هناك تحرك من حكومة الوفاق باتجاه التعاون بشكل أكبر مع فرنسا. بالنسبة قلت من العار على فرنسا،
أنا لما أتكلم عن الشعب الفرنسي ولكن أتكلمت عن الحكومة الفرنسية. فرنسا بلد ديمقراطي يسعى إلى الحريات، يحترم حقوق الإنسان، ولا نرى أي دولة تحترم حقوق الإنسان رئيسها يقوم باستقبال أو استضافة مجرم كخليفة حفتر. يوجد هناك الكثير من القضايا ضد خليفة حفتر، محكمة الجنايات الدولية تحقق، يوجد لديه الورفلي من يقوم بإعدام الناس علنا معارضيه، يوجد شارع الزيت في بنغازي، سهام سيرجيو إلى الآن لم نعرف خبرها حتى الآن، تم اختطافه في بنغازي، السيد العبيدي في الفترة الأخيرة. فكيف لفرنسا كدولة تدعم في الديمقراطية وتنادي بالحرية أن تستقبل شخص كهذا؟ بالنسبة للتعاون مع فرنسا، كما قلنا فرنسا ساعدت المتمرد في الأول، الآن يوجد تغيير في الموقف الفرنسي، ونحن منفتحون على أي تغيير وتعامل مع الحكومة الشرعية يأتي من القناة الرئيسية. طيب، بالعودة إلى مسألة اللجنة العسكرية المشتركة، كيف ترون ما قامت به إلى حد هذه اللحظة؟ إلى حد الآن للأمانة لا يوجد شيء ملموس. من وقت وقف إطلاق النار يوجد هدوء في الخطوط الأمامية للجبهة، ولكن كما قلنا تحركات حفتر وتحشيدات الأخيرة لا تنبه بخير، غير ذلك لا يوجد الكثير. لكن في مسألة يعني ترحيل المقاتلين الأجانب والمرتزقة، نعم، لم يحدد من هو الطرف في هذا الجانب، هل أنتم معنيون بذلك؟ ومن هم المقاتلين الأجانب؟ نحن ممكن بعض الدول تستهدف تركيا في هذا، ولكن تركيا ليست مرتزقة، تم توقيع اتفاقية شرعية مع تركيا أمام العالم، نحن لم نوقع أي عقد مع شركة لجلب المرتزقة أو مرتزقة أو تجنيد بعض الأشخاص من الدول الأفريقية للقتال كمرتزقة. فبالطبع بالتأكيد يتضمن المرتزقة الذين جلبهم السيد حفتر معه. طيب، الرئاسة التركية تقدمت بطلب إلى رئاسة البرلمان بالتمديد لقواتها في ليبيا 18 شهرا، هل جاء ذلك على طلب من سيادتكم؟ لم أسمع بهذا الطلب ولم أسمع بهذا التمديد بعد. لا يوجد شيء رسمي من الحكومة إلى حد الآن بهذا الخصوص. طيب، وفي حالة إذا ما تم، هل ثمة اتصالات ستجرى بين الطرفين في هذا الجانب؟ أكيد حتكون هناك اتصالات، ونحن كما قلنا الأتراك هنا مستشارون لنا، يشاركون في بعض مراكز التدريب، يدربون قواتنا، يساعدون في هيكلة الجيش، ونحن نشتغل معهم فوق الطاولة وأمام الجميع. طيب، لننتقل إلى مسألة وملف الواقع الميداني في محيط مدينة سرت وأيضا منطقة الجفرة، كيف هو؟ الوضع كما تعلمون سرت مليئة بالمرتزقة، الألغام ممكن وصل العدد إلى ملايين الألغام التي زرعت حول سرت، تحشيدات لا زالت موجودة في سرت، دخول المرتزقة، هبوط بعض الطائرات، الخطوط الأمامية كما هي من جانبنا ومن جانب المتمرد كذلك. لكن هل تؤمنون بمسألة أن حفتر سيقوم بسحب مقاتليه من المنطقة وإخلاء المنطقة بالكامل من المظاهر المسلحة؟ نحن ذهبنا مع المجتمع الدولي، نحن نريد سلام، نحن حكومة سلام، وسنجرب جميع الطرق للوصول إلى السلام. نحن لا نؤمن بحفتر، لا نؤمن بعقليته في السلام، فهو رجل ديكتاتوري لا يبحث عن سلام، يريد الوصول إلى الكرسي بأي طريقة. طيب، وقعتم خلال الأيام الماضية اتفاقية تعاون مع إيطاليا في الجانب العسكري، نعم، وكان قبل ذلك تركيا وأيضا قطر، نعم، ما دلالات هذه الاتفاقيات المتسارعة؟ هي ليست متسارعة بالنسبة لإيطاليا، منذ وقت ونحن ندرس توقيع هذه الاتفاقية. طبعا يوجد في السابق اتفاقيات من قبل 2011 وبعد 2011، اتفاقيات مع دولة إيطاليا باعتبارنا دولة إيطاليا شريك لنا في المتوسط، وهي دولة يوجد تعاون معها منذ الفترة الماضية. طبعا الفكرة من توقيع هذه الاتفاقيات، نحن في صدد بناء جيش، في صدد إدخال دماء شابة جديدة، يجب أن يكون مستوى التدريب إلى المستوى ستاندرد الموجود العالمي. فكما تعلمون تركيا وكذلك إيطاليا يشتغلون يعتبرون أعضاء في حلف الناتو، ونحن نرقى ونحن نسعى للرقي بالمؤسسة العسكرية إلى أن تكون مؤسسة طبق المواصفات العالمية والموجودة حاليا.
وهذا يحتاج إلى تدريب، يحتاج إلى إعادة هيكلة. إيطاليا وتركيا تساعدنا في هذا ومن ضمن هذه الاتفاقيات. بالنسبة لقطر، قطر قمنا بزيارة لقطر وتوقيع اتفاقية. قطر من الدول التي ساندت حكومة الوفاق، يوجد لدى قطر برامج تدريبية ممتازة، لديهم خبرة في مجال قوات مكافحة الإرهاب، مجال القوات الخاصة المشتركة، فرأينا يجب الاستفادة من التجربة القطرية والاطلاع عليها. لدينا لجان ستقوم بالزيارة لاستفادة من مراكز التدريب الموجودة في قطر، وكذلك أخذ بعض الاستشارات. هل تتوقعون اتفاقية جديدة مع فرنسا ربما؟ لا أعتقد أنها ستكون في القريب، لكن ستكون، لا نعلم، ولكن في القريب لا شيء يوحي بهذا. فكما قلنا نحن مرحبون بأي دولة تأتي التعامل معنا بالطريقة الشرعية، فنحن مرحبون بهذا. لكن أين وصلت طيب فيما يتعلق بمسألة التدريب العسكري مع الجانب التركي وأيضا القطري؟ هناك الحديث عن يعني إنشاء قواعد. بالنسبة لفكرة إنشاء قواعد، لا يوجد هذا على الطاولة الآن، ولا نعتقد أننا سنقبل بإنشاء قواعد داخل ليبيا، قواعد أجنبية. الموضوع الأتراك لدينا مراكز تدريب مشترك معهم، يقومون بتدريب مجندين لدينا، دورات متقدمة، هذا كله. أما فكرة إنشاء قواعد وأن إنشاء قواعد فلا يوجد شيء من هذا المثير. طيب فيما يتعلق بجهود الوزارة بهدف السيطرة على فوضى السلاح في ليبيا، ما هي الخطط الآن مطروحة لفعلا جمع السلاح؟ بالنسبة لموضوع جمع السلاح، طبعا هذا الموضوع منذ قيام ثورة 17 فبراير ونحن نواجه مشكلة السلاح المنتشر في على مستوى ليبيا. الآن نقوم بإعداد، يوجد برنامج عمل لدمج بعض المقاتلين، ومن ثم سيتم تحريم بالنسبة للسلاح المتوسط والثقيل تؤول إلى الدولة، والأسلحة الأخرى يجب أن يكون من يحملها يحمل ترخيص. طبعا هذا البرنامج ليس على عاتق وزارة الدفاع، هذا تهتم به جميع الوزارات الأخرى، وهو عمل تكاملي وليس مختص به وزارة الدفاع. لكن هناك حادثة منذ أشهر، يعني هناك مجموعتان مسلحتان تقاتلا في طرابلس، وقمتم أيضا باستدعاء حتى أمراء هذه نعم، لكن ماذا عن بقية؟ نعم، نحن توجد بعض المجموعات تود الانضمام إلى المؤسسة العسكرية، تخضع لشروط وكشف طبي وإجراءات رسمية معترف بها، ومن تم يتم دمجها. أما المجموعات التي لا ترغب في الانضمام أو تريد الشغل بالطريقة التي هي تراها، فلن يكون لها مكان عندنا، فسنستعمل معها القوة. يعني متوقع أن تكون هذه المسألة قد تحل خلال الفترة القادمة؟ نحن ساعون في هذا، فقام السيد رئيس الأركان مشكور بالبدء الآن في استقبال بعض القادة الذين شاركوا في عملية بركان الغضب، خضعوا لاختبار لدى لجنة قبول طلبة تم تشكيلها، ومن تم إلى العرض على اللجنة الطبية. من نجح من هذه الاختبارات تم انضمامه الآن، وهو موجود طالب داخل الكلية العسكرية. طيب فهذه إحدى الخطوات التي بدينا فيها بشيء ملموس يعني. طيب لننتقل لموضوع آخر معالي الوزير، فيما يتعلق بكيف ترى الوزارة عملية إيريني الأوروبية في البحر المتوسط بهدف منع تدفق السلاح إلى ليبيا؟ كان لدينا موقف واضح منذ البداية كمجلس رئاسي وكوزارة الدفاع بخصوص عملية إيريني. عملية إيريني للأسف كان المقصود بها حكومة الوفاق. قلنا إلى المجتمع الدولي، تريدون السيطرة على السلاح، عدم دخول السلاح ليبيا، فلتشمل جميع مناطق ليبيا، فلنبدأ من الشرق إلى الغرب. كما تعلمون الحدود مفتوحة، يدخل السلاح إلى حفتر من كل جانب. عملية إيريني كانت مقصودة بها حكومة الوفاق، عملية أمام سواحل التي تسيطر عليها حكومة الوفاق وترغب في مضايقة حكومة الوفاق، وهذا شيء غير عادل، ونحن نستغرب من هذا. نحن كحكومة شرعية وقعنا تحت هجوم من متمرد، لم نرى في الحقيقة أي موقف واضح من أغلب دول المجتمع الدولي والدول الداعية للسلام في ليبيا تجاه هذا المتمرد، بل بالعكس، حينما قاموا بالهجوم على طرابلس كان هناك الأمين العام المتحدة موجود عنده في الرجمة، فكيف الآن نرى أن يقومون بمساواة الأطراف حكومة الوفاق مع ما فعله المتمرد، ويريدون أن نجلس مع متمرد على طاولة واحدة؟
هل هذا هو المستهدف من مسألة هذه العملية، يعني إرغام حكومة الوفاق على الجلوس مع خليفة حفتر؟ إرغام حكومة الوفاق على الخضوع إلى ما هو موجود، مضايقة على حكومة الوفاق. كنا الاتحاد الأوروبي أن هذه العملية إذا كانت ستشمل كافة التراب الليبي وكافة الحدود الليبية فنحن سنكون من الداعمين لها. طيب، حتى مسألة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، ما الذي ممكن ستقدم عليه الوزارة في هذا الجانب أيضا؟ نحن بالنسبة لعملية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب الوقود، بالنسبة للهجرة غير الشرعية طبعا يوجد لدينا جهاز خفر السواحل يقوم بمهامه، للأسف إمكانيات ضئيلة جدا، نعرض أفراد طواقمنا للخطر. هذه طبعا مسؤولية ليس مسؤولية ليبيا وحدها، فمسؤولية المجتمع الدولي وبالأخص الاتحاد الأوروبي، لأن ليبيا تعتبر أرض عبور وليست استقرار. المهاجر من حيث يأتي من أفريقيا قاصدا أوروبا، ليبيا أرض عبور. نحن قلنا الأوروبيين نحن لن نكون هنا شرطي لمنع عبور هؤلاء، ولا توجد أي مساعدة. بالسابق توجد الكثير من الوعود لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية، وهي مشكلة حلها في الجنوب وليس هنا في البحر أو في الدول التي يأتي منها المهجر. فعلى أوروبا أن تكون وفية في وعودها في السابق، أن تقدم الإمكانيات اللازمة لنا لحماية الحدود وكذلك الشواطئ ومنع التسلل هؤلاء، والعمل أيضا على إيجاد حلول لماذا يأتي المهاجر ويقطع هذه المسافة ويعرض نفسه للخطر للوصول إلى أوروبا. يجب أن يدرسوا هذا جيدا ويضعوا مشاريع لهم داخل دولهم في القارة الأفريقية. لكن هناك من يتهم حكومة الوفاق بأنها تستخدم هذا الملف من أجل الابتزاز والحصول على مكاسب سياسية أكثر. للأسف لم نحصل على شيء يذكر، وكل الذي حصلنا عليه معروض أمام الجميع، ونحن نقولها بصراحة لا يوجد هناك دعم كافي من الاتحاد الأوروبي ولا من أي دولة في خصوص ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية. وإن كان هناك ابتزاز فليأتوا يرون هذا الابتزاز. طيب، ما هي مطالبكم من الاتحاد الأوروبي في هدف أو بهدف يعني القضاء على هذه المشكلة؟ يجب كما قلنا يوجد دراسات في السابق في هذا الموضوع، ويوجد وعود بمساعدة ليبيا في حل هذا الملف وكذلك بعض الدول الأفريقية، ولكن لم توجد أي خطوات ملموسة في هذا الموضوع. فنتمنى من أوروبا أن تضع خطوات ملموسة. الآن نحن نقوم بحماية السواحل، نقوم بجلب بعض المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من وسط البحر. منذ شهرين قمنا بإنقاذ أكثر من 10,000 مهاجر خلال السنة أقل من سنة، خذوا 8 أشهر بإمكانيات بسيطة جدا. كما تعلمون نحن تحت الحظر، حتى زوارق خفر السواحل تعتبر محظورة. الرجال البحرية، رجال خفر السواحل يقومون بهذه المهام في ظروف صعبة جدا، كما تعلمون الآن تفشي الفيروس الكوفيد 19، ولكن نقوم بجهودنا بإمكانيات ضئيلة جدا، فنحن لا نستطيع الاستمرار بهذه الطريقة. طيب، ربما الفرقاء الليبيين بدأوا يلتمسون طريق جديدة لحل الأزمة السياسية في ليبيا. ملتقى الحوار في تونس علقتم بأن هناك شكوك حول حتى خارطة هذه الطريق الجديدة، ما هي الشكوك التي تراودكم؟ بالنسبة لموضوع الحوار الموجود لتونس، قلنا لهم لا نريد مرحلة انتقالية جديدة، نريد أن ندخل الانتخابات. نعم، قالوا أن الانتخابات ستكون بعد سنة، ولكن قبل الانتخابات يوجد هناك الكثير من العمل الذي يجب فعله. الشكوك حول تونس، المشكلة تونس أن اقتصرت حول أسماء معينة فقط، وهذا مما أخر خروج هذه المبادرة بنتيجة إلى الآن. نحن سئمنا من المراحل الانتقالية منذ 2011 ونحن في داخل المراحل الانتقالية، فنكفي مراحل انتقالية، يجب أن نجد طريقة أخرى أو حل آخر، تعديل في الحكومة بيننا وبين المنطقة الشرقية على الأقل فترة معينة، ممكن عام أو عام ونصف، تستطيع الحكومة الجديدة أن تقدم خدمات للليبيين، ومن ثم ندخل على الانتخابات. وهذا ما حصل، هم حددوا حتى نهاية هذا العام المقبل عفوا. لا، هم حددوا أن العام المقبل حيكون انتخابات، ولكن يريدون أن يأتوا بحكومة انتقالية جديدة. حكومة انتقالية جديدة فستتمدد هذه الفترة بدل من عام إلى 5 أو 6 أعوام أخرى، ونقع في نفس المشكلة مرة أخرى.
اتفاق الصخيرات ونرى ما بعد الصخيرات. أكثر من 4 سنوات الآن وفي حرب جديدة وفي مشكلة جديدة. ناس نفس الوجوه تسعى إلى الوصول إلى الكرسي، إلى الوصول إلى السلطة. فإن لم يكن هناك عدالة قصاص من المجرمين لن تكون هناك لن يكون هناك سلام في ليبيا. طيب سنأتي على موضوع العدالة التي تحدثت عنها معالي الوزير، لكن في مسألة أنكم مرشحون لنيل منصب في المجلس الرئاسي الجديد. لا أعتقد أني مرشح لنيل منصب ولا أسعى وراء أي منصب ولا حتى منصب مع عقيلة صالح. لكن هناك من يدفع بكم؟ طيب لا يشرفني، يدفع بي الناس، بارك الله في الناس التي عندها ثقة، لكن لا يشرفني أن أشتغل مع مجرم مثل عقيلة أو غير عقيلة. فقلنا تأتي العدالة أولا ومن ثم تأتي المنصب. طيب فيما يتعلق بالعدالة أين وصلتم فيما يتعلق بالجرائم التي حصلت في جنوب طرابلس وأيضا في ترهونة؟ نحن على تواصل مع محكمة الجنايات الدولية، كان لديهم فريق، لدينا كذلك لجنة مشكلة من الوزارة لمتابعة هذا الملف وبالذات ملف المقابر الجماعية في ترهونة، وكذلك قضية طلبة الكلية العسكرية والأضرار التي نجمت والضحايا الذين سقطوا جراء الألغام التي زرعتها الميليشيات الغازية وكذلك المفخخات. يوجد شغل قيم وإن شاء الله في الفترة القريبة حنرى نتائج هذا الشغل. يعني ما هي هذه النتائج؟ يعني هل سيتم مثلا إلقاء القبض على مطلوبين معينين؟ ستصدر أو نتمنى من محكمة الجنايات الدولية أنها في القريب ستصدر أوامر قبض بخصوص ناس متهمة في هذه الجرائم. هل تتوقعون خليفة حفتر من بينهم؟ يجب أن يكون خليفة حفتر من بينهم لأنه هو من أمر بهذه الحرب. ماذا عن بقية المطلوبين؟ كل المطلوبين يجب أن يشملوا في هذه في 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 هذه المطالبة بأوامر القبض حولهم. فلا أتذكر كل الأسماء، ولكن كل من تورط يجب أن يذهب إلى يلقى سجاء السجن. لكن هل ترون الجدية من محكمة الجنايات الدولية؟ في الفترة الأخيرة رأينا بعض الجدية من محكمة الجنايات الدولية، ونحن نعول على محكمة الجنايات الدولية أكثر من الأمم المتحدة. لكن هناك غياب حتى على مسألة الزيارات الداخلية لهذه الأحداث التي جرت. ممكن توجد هناك زيارات غير معلن عنها، ولكن يوجد هناك تعاون جيد جدا مع محكمة الجنايات الدولية. طيب ربما سأسألك السؤال الأخير معالي الوزير فيما يتعلق ب هل ترون بأن مدينة سرت فعلا مهيئة لأن تستقبل سلطة جديدة؟ وخاصة وأن هناك اتفاق فيما يتعلق بتأمينها عسكريا وحتى شرطيا. يعني أنا لا أؤمن بعاصمة في ليبيا غير طرابلس، هذا مبدأي، فطرابلس هي عاصمة كل الليبيين. لماذا ننقل العاصمة إلى سرت والعاصمة طرابلس التي حاول المتمرد أن يدخلها بكل الطرق ولكن لم يقدر، والآن ننقلها إلى سرت لنقربها منها ولنعطيه لها كهدية؟ فطرابلس هي عاصمة الليبيين. لكن إذا ما أخليت طيب من المرتزقة والمقاتلين الأجانب؟ منذ التاريخ طرابلس هي عاصمة ليبيا، وبالنسبة لي شخصيا لا أعترف بأي عاصمة عدا طرابلس ليبيا. لكن الفرقاء هم يعني أشبه بأنهم متفقون على هذه المدينة أن تكون عاصمة. بعض الفرقاء وبعض الأشخاص الذين يسعون إلى وصول إلى حل ليمكنهم من استلام مناصب ممكن يسوقوا هذه الفكرة، ولكن أن نغير العاصمة إرضاء لمتمرد حاول الوصول إلى العاصمة ولم يستطع وفعل ما فعل من تشريد لعائلات ومقابر جماعية لأسر بالكامل، فهذا غير للأمانة شيء غير مقبول. طيب فيما يتعلق بجلوسك مع أحد الأطراف من الطرف الآخر لنقل عقيلة صالح، ستجلس معه؟ لا أعتقد أني سأقبل أجلس مع عقيلة صالح. أشكرك معالي وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، كما أشكركم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة. نلتقي في حديث خاص جديد، إلى اللقاء.